والآن متابعة لأهم أخبار المال والأعمال مع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا لينا، شكرا إلهام، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم أجمعين. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. تواصل الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية في أسوان. أكدت مديرية التموين بالمحافظة طرح اللحوم السودانية والبرازيلية فضلا عن السلع الأساسية مثل الأرز والسكر بأسعار أقل 30% عن أسعار السوق. من اللحوم بأنواعها، لحوم طازية السوداني بسعر 195 جنيه كيلو، اللحوم المستورده البرازيلي ب 160 جنيه كيلو، بالاضافه للدواجن الكامله والمجزات الدواجن باسعار مناسبه، بالاضافه لتوفير السكر والرز، السكر ب 18 جنيه والرز ب 20 جنيه كيلو، التوفير بكميات كبيره في جميع الفروع. انت عارف السنه كان عندنا 31 فرع للشركه المصريه في المحافظه، فالسلع متوفره على مدار بتاع في كل الفروع عندنا، بالاضافه كمان للجزئيه بتاعت المواد البتروليه. انت عارف الطلب بيزيد على البوتاجاز والبتاع في الفتره دي، فتاكدنا من بتاع ان الحصه بتاعت البوتاجاز اللي هي الشهريه بتاعت المحافظه بتعليمات معالي الوزير المحافظ زودنا الحصه بتاعتنا ب 15% في زياده انبوبه. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين الأجانب وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 17287 نقطة ليرتفع بنسبة بلغت 2.18% ويغلق عند مستوى 17665 نقطة، فيما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 3493 نقطة ليرتفع بنسبة 1.21% مغلقا عند مستوى 3535 نقطة، فيما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 5174 نقطة ليصعد بنسبة 1.31% مغلقا عند مستوى 5242 نقطة. وصلت العملة التركية تراجعها ولامست مستوى 26 ليرة للدولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية متدنية تاريخية. يأتي ذلك بعد قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى في أكثر من عامين. تم رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15%. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا لدينا وإلهام، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي.